مدرب كويس جدا طبعا. ايه اهم ما يميز كولر من وجهة نظرك؟ شخصية قوية ومرن. ومارن المهمة مارن دي. ها طبعا ما ينفعش تبقى شخصية قوية بس، قوية بس اللعيبة مش تبقى معاك، ومرن بس اللعيبة مش تبقى معاك برضه برضه لازم طبعا يبقى في وسط. طبعا. والوسط لو عرفت تعمله تبقى لعيب ذكي، يبقى مدرب ذكي. لو ما هو عرفش ناجح تعمله، في كده. ها لو ما عرفش تعمله مشكلته، هتبوظ منك. هو ناجح في كده لحد دلوقتي. اللي انا شايفه، اللي انا شايفه والنتائج وكلام من ده. نتائج وحاله اللعيبه اللي واصله لها، وحاله الى حد ما حاله الرضا اللي موجوده بين اللعيبه والنتائج، فاذا هو ناجح. اوساريو سكت كتير ليه كده؟ ما بص، اصل الكلام في اماكن لازم تبقى حذر قوي وانت بتقوله، عشان الناس بتفهمه بمعنى تاني. مدرب كويس طب دي ولكن وجهة نظرك يعني. ما انا بقول لك مدرب كويس ولكن المناخ لا يصلح ان انت المناخ. تطلع. انا لسه بقول لك ان انت، انا مدير فني لازم يبقى كل اللي حواليا هادي عشان اعرف صح. اطبق. انما هو عنده افكار طبعا، عنده افكار، ولكن انا مشكلتي في مصر هنا ان احنا بناخد الحاجه يا اما نطلعها السماء قوي يا ايوه. ننزلها الارض قوي. لا بنديها، انت المفروض تدي الموضوع حقه بس. حقه بس ده ان انت مدرب عمل ماتشين ثلاثه كويسين فتحطه في الحته دي بس، ما تحطوش في حته العبقري، ولا هو فاشل. التضخيم اللي بيحصل في لان لما بيحصل دروب في اي وقت، التضخيم اللي انت عملته او الحاله اللي انت حاططها لمدربك، انت اول واحد بتفاجئ، فبيبقى الهجوم عليه عنيف جدا. صح. فخلي حاجه، كل حاجه في اطارها في حجمها الطبيعي، الطبيعي. لان النهارده النادي الاهلي مقلوب عشان اتغلب من بيراميدز 3-0. وفي يا جماعه انا متضايق طبعا، بس انا بتكلم، ما هو بيحصل. بس انت من كتر ما انت عمال خلاص بقى واخد كل حاجه وعامل كل حاجه ونتيجه، فانت ما بقتش هترضى باي حاجه قليله، فالرد بيبقى عنيف. خلي بالك حته ان انت متضايق طبعا، دي الناس ممكن بقى تاخدها في اتجاه تاني. يقول لك كابتن رضا شحاته مثلا في يوم من الايام تبقى ماسك مدير فني في حته، فالاهلي يكسب، يقول لك اصل ده ابن الاهلي، اصل مش عارف. بتشوف الحته دي ازاي او القصه دي اللي بتثار دايما على ابناء الاهلي وابناء الزمالك، بتبص لها ازاي؟ انا لعبت الاهلي في لعبت الاهلي 3 مرات في الجونه، ما خسرتش ولا ماتش، بالعكس. في ماتش 3-3 ده كان بنسبه كبيره هو اللي مضيع الدوري على الاهلي في الجونه 3-3، لو تفتكر لما كابتن فاكر خطيب فاكر نزل فاكر. يتكلم مع اللعيبه، ما انا ابن الاهلي أي. ليه العلاقه؟ وبعدين ابن الاهلي، هو انت فاكر الاهلي يحترمك لو 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 اكيد. لا فوت طبعا له؟ اكيد. لا طبعا. مستحيل. ولما الاهلي فكر في رضا يرجع او رضا يبقى موجود في الاداره، فكر فيها عشان رضا لا طبعا، عشان رضا مدرب محترم وشخصيته وطريقته. طيب عشان ما ينفعش اختم معاك من غير ما نتكلم عن مسيرتك مع الكره كلاعب يعني، فهتكلم عن محطتين مهمين جدا، محطه النادي الاهلي، سنتين في النادي الاهلي اعتقد، ثلاثه او ثلاثه، ومنتخبنا الوطني للشباب وبرونزيه كاس العالم 2001 في الارجنتين. انا فاكر الايام دي كانت جميله بصراحه جدا بصراحه، وكنا بنصحى الفجر نتفرج على الماتش، وكان المعلق اشرف شاكر على ما اتذكر. بالظبط. كانت متعه متعه طبعا. اهم انجاز بالنسبه لك حققته صح هو برونزيه كاس العالم؟ اهم انجاز ان انا كنت كابتن فرقه. وكنت كابتن فرقه.